لم تمنع التعزيزات التركية الجيش السوري من تقدمه في ريفي إدلب وحلب بقرار دمشق بالحسم وطرد المسلحين بشكل كامل. النظام التركي عبر عن عدم رضاه بتمدد سيطرة الجيش السوري، خاصة بعد الاستهدافات الأخيرة التي طالت قواته في بعض المناطق، ما دفع قادة أنقرة في مواقف متباينة إلى دعوة دمشق للانسحاب في أقرب وقت. القوات السورية ردت على الاعتداء بالمثل وأبطلت تأثيراتها، وكذلك أبطلت تأثير أو أثرت على مقر القيادة المشتركة في مطار تفتناز المدعومة بغطاء تركي. حقيقة هذا الأمر، إذن معركة الجيش قرار الحسم لا رجعة عنه. منسوب التوتر على خطوط التماس في شمال غرب سوريا ارتفع بعد مقتل دفعة جديدة من القوات التركية، توازياً مع انعقاد الاجتماع الروسي التركي الثاني على التوالي خلال أيام في محاولة لإيجاد حل لخفض التصعيد. يعني بصراحة هناك دعوات إخوانية إخوانجية، يعني هكذا طبيعتها، ويدعي بأنه هو سلطان لهؤلاء، لذلك يدعي بأنه يريد أن يحميهم ويهدد سوريا، يهدد الجيش السوري أن ينسحب من أرضه. يعني هذا يعني خارج كل أنواع المنطق بصراحة. سوريا لا تكترث لهذا الأمر، وهي سائرة في عملياتها، وهناك دعم روسي أيضا واضح في هذا الأمر. الوساطة الإيرانية الروسية التي استجدتها أنقرة لم تبعد بتصريحاتها عن موقف الحكومة السورية باتخاذ إجراءات أساسية لحل الأزمة السورية بشكل كامل بما فيها معضلة إدلب، حيث يشهد محيط إدلب هجوماً متكرراً بالتنسيق بين تركيا والمسلحين قرب الطريق الدولي حلب اللاذقية، واستهداف أكثر من 100 هدف للجيش السوري رداً على مقتل جنودها وكبح تقدم الجيش الذي تابع تقدمه إلى الشمال من تفتناز، مسيطراً على عدد من القرى وصولاً إلى أطراف معارة النعسان التابعة لمحافظة إدلب. سلافة شحادة، الغد.